السلام عليكم. في منافسة كبيرة قوي في عالم الذكاء الاصطناعي، ومواقع بتقدم أفضل حاجة عندها علشان تفضل في المنافسة. دلوقتي في مواقع كتيرة جدا بتقدم الخدمات، زي مثلا إنك بتحول النص أو الكتابة لصورة بالذكاء الاصطناعي، أو بتحول النص لفيديو بالذكاء الاصطناعي. ومعروف إن أفضل المنصات اللي إحنا كنا بنستخدمها واللي كانت مجانية اللي هي منصة ميد جورني، لكن ميد جورني دلوقتي قال لك خلاص أبو بلاش ده، ما عادش منه، لكن كل حاجة أنت تعملها دلوقتي بفلوس. في منصات بديلة لميد جورني، وفي الفيديو ده هقولك ايه هي المنصات دي. والمنصة بقى مش اي موقع، الموقع اللي اخره دوت او اي ولا داخله اي اي، لا مفيش الكلام ده خالص. الموقع ده هيبقى خاص بشركة مايكروسوفت، وطورت الموقع بتاعها او المنصة بتاعتها بحيث ان هي تدمج معاها الذكاء الاصطناعي، وتبقى زي منصة ميد جورني بتقدم لك عدد غير محدود من الصور بالذكاء الاصطناعي. مجرد بس ما بتكتب افكارك انت على طول بتتحول لصوره بالذكاء الاصطناعي. يعني مثلا لما نيجي نروح عندنا على منصه ميد جورني، لازم تروح الاول على جروبات بقى، وتروح تضغط عندك تحت هنا وبتكتب سلاش علشان تروح عندك على حاجه اسمها امجن، وبعد كده بتكتب اللي انت عاوزه. لو مثلا قلنا هنا قطه بتطير، يعني ممكن تروح عندك على ترجمه جوجل لو انت ضعيف شويه في الانجليش، تكتب مثلا قطه بتطير. تمام، نكتب مثلا cat flying. تمام، بعد كده بتروح عندك هنا تضغط انتر، وبعد كده قال لك لازم تشترك في المنصه دي. طبعا بتضغط عندك على كلمه اللي هو مانج اكاونت، اللي هو بتروح عندك على اداره حسابك. لازم تروح عندك على البيزك، بيقول لك بتدفع هنا 8 دولار كل شهر، وعندك 24 دولار كل شهر، لحد 48 دولار كل شهر بعدد غير محدود من الصور. وطبعا البيزك ده عدد معين من الصور. طبعا المنصه اللي انا هشرحها لك بديله لميد جورني، وافضل بكتير من ميد جورني. يلا بينا كده نبدا الشرح علشان ما اطولش عليك. فريت ما تنساش تعني بلايك وسبسكرايب، ويلا بينا بقى نروح بينا للمنصه بقى اللي هي شبيهه لميد جورني، او يمكن تكون احسن منها. وعندك هنا من شركه مايكروسوفت كوبايلوت. طبعا بتروح عندك على كوبايلوت زي ما انت شايف كده، واسيب لك رابط التسجيل موجود في الوصف او التعليقات. هتروح عندك على كوبايلوت، وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها ديزاينر أو التصميم. هتضغط هنا عندك على التصميم، تصمم بقى أي حاجة أنت عاوزها بعدد غير محدود من الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال إن أنا هكتب فوق هنا مثلا، يعني هنحاول إن احنا في ناس ضعيفة في الإنجليش، فنحاول نكتب على ترجمة جوجل. يعني مثلا قطة، القطة تأكل الجبنة على القمر، وفي الخلف أو الخلفية كوكب الأرض. هنشوف بقى احنا سرحنا جدا بخيالنا، وهنشوف هل فعلا هيقدر يعمل الصورة دي ولا لا. هروح هنا اخدها نسخ، وبعد كده لصق، وبعد كده اقول له هنا انتر، وهنشوف بقى هيبدأ يسجل ايه مع بعض. طبعا كل ده بيستخدم تقنيات الشبكات العصبية في شركة مايكروسوفت، وهي بصراحة طورت الموضوع ده. كمان في حاجة اسمها عندك جيت اب، ممكن تستخدم التطبيق الخاص بكوبايلوت علشان تقدر تشغل او بتحول النص او الكتابة عن طريق لصورة بالذكاء الاصطناعي. طيب الموضوع ده ممكن ياخد معاك شوية وقت، هو بيعمل دلوقتي جينيريشن في الفيديو. ممكن تعمل ستوب مفيش مشاكل، او سيبه زي ما هو. طبعا احنا هنسيبه زي ما هو عشان هنشوف الصورة في النهاية هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا كوبايلوت دي تقدر تستخدم حتى كمان شات جي بي تي، اللي هو جي بي تي، في حاجة اسمها جي بي تي ممكن تستخدمها في الكوبايلوت. تقدر تسأله اي حاجة هو يرد عليك عادي جدا. دلوقتي بقى هو بيقول لك هنا الوصف اللي هو هيعمله لك. طبعا هو بيكتب الوصف بشكل تلقائي، بعد كده بقى بتستنى نشوف هيعمل توليد للصورة ازاي. هنشوف كده مع بعض. كده بيقول لك your image is generating، اللي هو بيعمل تصميم للصورة. طبعا هو هنا كتب لي الوصف بشكل كامل، ممكن تترجم الوصف عادي جدا زي ما انت شايف كده. عمل لي الصور بالطريقة اللي قدامك دي، ادي القطة بتاكل جبنة، وفي الخلفية صورة كوكب الأرض زي ما انت شايف كده. اسرح انت بقى بخيالك وعيش براحتك في المنصة اللي قدامك دي. طبعا المنصة دي هسيب لك رابط التسجيل بتاعها في التعليقات. لو جيت تضغط عندك على اي صورة من الصور دي هتلاقي جودتها عالية جدا، يعني هي ممكن تعمل لها حتى كمان داونلود بدون ووتر ماركس، مفيش فيها اي مشاكل. طبعا الصورة بتاخد وقت طويل على ما تيجي تفتح، لان جودتها بتبقى كبيرة جدا. زي ما انت شايف دي شكل الصورة، بتضغط بس عندك على كلمة داونلود، وبعد كده بقى بتفتح الصورة عندك زي ما انت شايف. يعني لاحظ الجودة، لو انت جيت تشغل فيديو عندك 4K هيظهر لك جودة عالية جدا في الصورة. طبعا المنصة دي منصة مجانية كوبايلوت، واللي عملتها شركة مايكروسوفت وطورت منها جامد.
تقدر تستخدم المنصة دي لشغلك. ممكن مثلا انت حابب لطفل عندك، انت حابب تمثل له صورة كرتونية هو حابب يشوفها، او صورة مثلا في خياله هو حابب يعملها، ممكن تعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي كوبايلوت. تكتب بس اي حاجة في دماغك انت في المحرك اللي قدامك ده او في الخانة اللي قدامك دي، وبعد طول بتبعتها عادي جدا. طيب هل ينفع ان انا ممكن استخدم صورتي واحولها عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ ممكن مثلا ان انا اضيف صورة او رابط لصورة. خلي بالك على سبيل المثال ان انا هخش مثلا اضيف اي صورة من الصور دي، هضيف الصورة دي مثلا يعني، واكتب هنا اقول له اجعلها صورة سينمائية. نشوف كده، اجعلها صورة سينمائية. تمام، قال لك هنا اجعلها صورة سينمائية، بنضغط عندك على كلمة نسخ وبنرجع تاني للمنصة. في مشكلة في تحميل الصورة، مش مشكلة هنحملها من تاني. بتضغط هنا وبعد كده بنرفع الصورة بتاعتنا ونعمل لصق للكلام اللي احنا كتبناه. تمام، make it a cinematic picture. دلوقتي بقى نستنى كده مع بعض هنشوف لحد ما تيجي تحمل الصورة، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة سنت. انا معرفش ايه المشكلة، هنضغط هنا على كلمة سنت. تمام، وبكده انا شرحي انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو احتجت اي حاجة اتواصل معايا في التعليقات هرد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، سلام.